أساس هذا المكان قديش بتحسه بيعني لك، قديش هو متواصل معك وانت متواصل معه؟ هلا هذا المكان كيف هون بالنسبة لي؟ أولا هو تجمع ثقافي، المكتبة والمتحف واللوحة الجدارية هي، وخاصة اللوحة الجدارية هي كيف كثير أنا بحبها لأنه عملناها بزمن الحرب زمن الهاوي. نعم. ونزل هاون كثير هون بالمنطقة، وكنا مصرين على أنه نستمر فيها بها الظروف الصعبة. لذلك إلى رمز كثير منهم، فيها سلام وفيها محبة وفيها حرب وفيها حياة. عمل جميل بحبه كثير على فكرة، كيف بدفى فيه بشوفه كيف. وفريق إخاء الحياة طبعا هو اللي أنجز العمل أنا وياه فريق تبعي. وهل بحب أنا الأشياء يلي كان في إلى ذاكرة، مو عمل فني. عمل فني إذا ما في ذاكرة إنسانية صحيح ما بيعني لك كثير على فكرة كيف. هون هذا المكان بيعني لي كثير على فكرة. مبدأه أن المكان الحقيقي للفن هو بين الناس في الشوارع والحدائق والساحات العامة. هذا المبدأ عند الفنان موفق مخول تمرد على أدبيات التنظير التي يقع فيها عادة أغلب الفنانين، ودفعه بقوة إلى الشارع لمواجهة المارة بحقيقة مفادها أن الفن والجمال ليس حكرا على النخبة ومرتادي صالات العرض، وبالتالي يمكن للوحة أو المنحوتة أن تجد لها متكئا على جدار أو رصيف أو حتى على جذع شجرة عتيقة هجرتها أوراقها الخضراء. من هنا ليس على سبيل المصادفة أن تقع عيناك على أي من أعماله وأنت تجوب شوارع دمشق. وأحيانا كثيرة ربما تكون مررت بجانب موفق مخول نفسه، قد تعرفه أو لا تعرفه، ربما يلفت نظرك أو لا، لكنك حتما لن تستطيع تجاهل تلك الجداريات العملاقة التي أصبحت مع الوقت واحدة من مفردات المكان وجزءا أصيلا من المشهد العام للمدينة. أخذ من وقتك؟ قديش عم يأخذ من وقتك؟ هلا هذا مو بس وقتي، يعني زمن برأيي ما بينقاس بالمدة، هو بينقاس بروحانياته على فكرة كيف. أنا يعني هذا المكان كتير بياخذ من روحي، من وقتي، من علاقتي مع شخصي كيف، مع ضميري كيف، مع فني، مع أخلاقي، كله هي أشياء أنا بجمعها مع بعضها وفكر بعمل الفني. بالعكس أنا دائما بنبسط بعمل، باخده معي على البيت بذاكرتي ببصري، أنا قاعد بالبيت عم بشرب قهوة قاعد صافي مثل العمل معي بذهني ببصري. هاي ذاكرة بصرية كتير مهمة على فكرة، تنتقل من مكان لمكان مع الفنان أو مع الآخر. هلا نحن رح نفوت على الكتلة من البناء اللي هي هلا تجمع، هو سميناه تجمع تربوي ثقافي. هلا هون في المكتبة التربوية وفي منصة تربوية في صاد فن المعاصر، في حديقة تبادلية بهذا المكان كيف من هالجهة. غلطنا اللوحة فيها كيف، يعني احنا خدمنا اللوحة او خلينا تخدم المكان كيف، هي اللي هو هذا المكان الثقافي. يعني بيجي الطفل رحلة بيشوف اللوحة، بيشوف المتحف. هذا مدخل المكتبة، طبعا المدخل المكتبي هذا كله مصنوع بقايا البيئة، وعرف كيف كلاته بقايا سيراميك، بقايا بيئة عاملينه كلاته. الشباب استفدنا من كل شيء، حاولنا نستفيد منه. ليش حلو يعني كل شيء تقريبا في شغل، يعني من الرصيف وانت ماشي. طبعا يعني في حب بالعمل، في أمانية كيف هذا الفن، انك عم تستفيد بكل شيء حواليك. ما يعني الفن هو تفضل بالنهاية الفن هو مشروع إنساني. هون عندنا الصالة، هي صالة فن المعاصر. طبعا هي صالة فن المعاصر، هي تابعة للتربية دمشق، هي مفتوحة كل فني تشكيليين بيساووا معارض فيها. وهذا المعرض الموجود هلا هو معرض لأعمالي أنا بمناسبة التكريم تبعي اللي كان من يومين، كرمتني وزارة التربية مشكورة.
كان تكريم لطيف جميل يعني، رفقاتنا فنانين وسيد وزير ومدير التربية اجوا كرمونا في حالة معنوية دائما للفنان. طبعا انت واحد يكون طيب يحس حاله انه الناس عم بتكرمه، عرف كيف، بيشعر بسعادة بعدين بالآخر، في عنده حماس وفي عنده حب العمل العطاء. التكريم مو بس يعني شخص انا، لا كمان وسائل الآخر الناس، انه في ناس حبيبتنا، في ناس شايفتنا. هاي الأعمال اللي عرضت علي هي إلى مراحل بحياتي التشكيلية، يعني عم تمر بمراحل، يعني حطيت كذا مرحلة أنا من 20 محطات من محتفظ فيها عندي، محتفظ فيها عندي يعني مجموعتي الخاصة عرضتها هي. طبعا يعني الفنان دائما في تجديد بحياته، في تغيير بأسلوبه، بيساوي شيء جديد، بيتطور. اي وهذا التمثال جابوني، وفي حتى في رليف يعني تمثال جاءوا صفاء باخوات تنتين فريق على الحياه، هدوني العمل الجميل الحلو كثير تفاجأت فيه، يعني ما عندي علم فيه. وفي سعد الخضر هذاني كمان رليف، وفي استاذ مازن قوتي عمل لي كمان. هذا التفاعليه طبعا كثير انبسطت، يعني انا ما لنا غير الحب بالزمن هذا، يعني انا شعارنا الحب، خاصه بالفن التشكيلي، يعني فن تشكيل زمان مبني على الحب، ما بيكون في له أمانة حقيقية توصل رسالة. ربما حدس الفنان عند موفق مخول جعله يستشعر مبكرا الخلل الذي يمكن أن تحدثه الحرب في إيقاع يوميات السوريين، فقرر محاولة ضبطه على توقيت الفن والجمال، وشكل مع بدايات الأزمة فريق إيقاع الحياة، وكأنما مخول وفريقه التطوعي أرادوا من خلال تلك الجداريات ترميم مشاهد الخراب القاسية وما عكسته من انكسارات في وجدان السوريين. فمقابل كل جدار متهدم لوحة، ومقابل كل رصيف أو شارع متهشم زخارف ونقوش، ومقابل كل بناء أو شجرة متفحمة ضوء وألوان، ومقابل كل دوي انفجار موسيقى وأغنية. تقول أن المكان الحقيقي للفن هو بين الناس، إلى أي حد تعتقد أن المنحوتة ظلت لفترة طويلة حكرا على النخبة؟ طبعا لو الفن الحقيقي كيف هو اللي بيعيش بين الناس، بيدخل البيوت بالشارع بالساحات بالمكان كيف. في كان نخبة الفن التشكيلي طبعا عبر الزمان، حصل بالقصور، حصل بالكنائس، حصل بالمعابد كيف بتعرف اللي. بعدين الفن صار تحول الى حاله شعبيه، صار الفن الانطباعي الواقعي مدار السير كيف، طلع الفنان لبرا صار يرسم بالطبيعه، صارت الناس تشوفه عم يرسم، صار هو يحتك مع الناس، صار يرسم الشوارع، يرسم الساحات كيف، يرسم الاماكن التجمعات، يرسم هالأشياء. بلش الفن يدخل بحياة المجتمع أكثر، ما عاد حصل بالطبقات المعينة. طبعا بالمجتمع الحديث المعاصر صار الفن هو جزء من ثقافة المجتمع، صار جزء من ثقافة الحياة الاقتصادية على فكرة، يعني ما عاد هو الفن لوحة بتتعلق على الجدران، صار الفن مدخل بثيابنا، بأواعينا، بأكلنا، كل شيء احنا عم نساويه كل يوم، تحس انه في علاقه فنيه، علبه كولا، علبه الكذا، صار الفن. وهذا بدا في العصر الحديث يعني بعد الحرب العالميه الاولى على فكره، وبيكاسو طبعا من الفنانين مهمين في العالم، له تاثيرات كثير، تاثيرات على الحاله الثقافيه التشكيليه البصريه في المجتمع. يعني بيكاسو فنه دخل بكل المشاهد البصرية في المجتمع، بالاقتصاد، بالثقافة، بالسياحة،
باللباس ارتفاع بكل شيء دخل بك ودمج الفن. يعني ما عاد الفن هو يعني جاب حضارات دخل بفن الافريقي بفن العربي كيف وجمعوا كله ضمن اعمال تشكيليه وجمعوا مع الفن الغربي كيف صار الفن هو حاجه مجتمعيه على فكره حاجه مصريه. يعني لا انت تشعر انه في موضه بسموها موضه بالموبايل موضه الاواعي موضه كل شيء موضه وهي الموضه طبعا هي 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 هي, هي الفن. يعني انت عم تجدد بروحك عم تجدد بلباسك عم تجدد بفرشك بالبيت عم تجدد باللون كيف وهذا الفن طبعا هو الفن التشكيلي دخل المشهد البصري الاجتماعي مثل ما حكينا الحياتي عند الانسان. في فنانين طبعا عالميين لعبوا دور مثل بيكاسو على فكره سلفادور دالي كيف كاندسكي كيف لعبوا كثير دور. والفن لما تحول الى فن تجريدي صار الفن اكثر بساطه في حياه المجتمع. طيب هذا قديش بيدعو الفنان انه يكون على احتكاك مباشر مع المجتمع يعني هو كشخص؟ يعني حضرتك انا بعرف انت على احتكاك مباشر مع الشارع بتستخدم وسائل النقل العامه اغلب اعمالك كانت خلال الفتره الماضيه بالشارع. قديش هذا مهم بالنسبه للفنان لحتى فعلا ينعكس على اعماله؟ هلا انا يعني انا حاله فرديه فيك سميها في الفن التشكيلي السوري كيف انه انا نزلت على الشارع فعلا لانه شعرت انه فعلا احنا شوارعنا بدها فن بدها لون كيف لانه بالعالم كله صار الفن هو ثقافه الشارع. يعني ما عاد نسميه احنا شارع صار هو متحف. يعني شوارع المتاحف بالعالم كلها انتقلت الى الشوارع في باريس بلندن بنيويورك باليابان كله صارت 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 الثقافه بالشارع لانه الثقافه ما اتصلت على الرواد تبعها. يعني مثلا متحف او المعرض بفوت له اشخاص معينين مهتمين بس انت فات عدد من الاشخاص لكن الشارع في الاف الاشخاص ملايين الأشخاص مختلف يعني ثقافة مختلفة وعلاقات اجتماعية مختلفة وأجناس مختلفة وكله عم يشوف هالمشهد الفني كيف عم يراقبوا عم يشوفوا عم يصوروا خاصة أماكن بيجي سواح بيزوروا ناس تاريخي المدن هي بدها ثقافة الشارع. حتى الموسيقى صار بالشارع حتى المسرح صار بالشارع. كان وجودك بالشارع ووجودك بعملك بالشارع أثر على وجودك بالمرسم؟ إنتاج غزير أنا شايف إنه عندك إنتاج غزير هون بالمرسم. أنا برسم كيف طبعاً برسم كيف أنا يعني عندي طاقة للحب العمل الفني لكن الشارع أخذ شوي من التركيز على اللوحة التشكيلية أكثر كيف لأنه شعرت الشارع بحاجتي أكثر وتفاعلنا مع الشارع كيف وشفت إنه يعني إنه في شيء ناس حاببته وشايفته وصار شعبوي. يعني صار فن شعبوي جماهيري كيف ما عاد هو فن صالونات. اللوحة التشكيلية بالنهاية هي ملك الصالون ملك الصالون ملك معه مصاري خلينا نسميها. لكن لوحة الشارع هي ملك الشارع ملك الفقير ملك الغني ملك المارة بشكل عام أي ثقافة مجتمع ذاكرة بصرية. يعني ذاكرة بصرية أنت لما تمشي بالشارع يعني من بيتك للشارع إذا ما أخذ ذاكرة بصرية معك بتموت. يعني أنت مثلا زور مدينة معينة بالعالم كله ما بتتذكر غير شوارع أكثر شيء. خروجك للشارع بالفترة الماضية تقريبا من 10 سنوات أو 15 سنة يعني كان مغامرة بالنسبة لك ولا كان ردة فعل على واقع ما؟ هلا هو كان في مغامرة وفي تحدي وفي حاجة له كيف وفي كذا يعني موضوع اجتمعوا مع بعضهم كيف وكان الوطن بحاجة يعني يكون منطقيين كان الوطن بحاجة وطن كان بيعيش حالة صراع ثقافي كيف بين طرف الآخر بين العالم بين نحن كان في ظلم للوطن كيف احنا حبينا نوصل رسالة للعالم كله كيف انه سوريا فيها شعب فيها فن فيها ناس محبة للسلام محبة للحياة فيها لون كيف وحتى نزرع أمل بالناس. يعني الناس صارت بدها أمل
يعني انا فتره من فترات لما اشوف واحد والله عم يدهن بيته او بابه لاي مفاجاه من الليال وهيك، هذا كيف صار في كآبه عند الناس. نحن اللوحه التشكيليه بالشارع كثير كانت تزرع امل عنا وعند الاخر، كيف الناس بدها امل، كيف لانه حرب، كيف موجوده عم تعيش حرب كثير كانت ظالمه. بقى في كثير ناس يجوا شكوا لكم زعتوا لنا امل، زعتوا لنا، حتى في جنود كانت تجي من القتال تمرق قدامنا تقول زرعتوا الامل فينا، زرعتوا الحب فينا. يعني كان في كذا قصه يعني هي دفعتنا كيف انه نشتغل فن الشعر ونستمر فيه ونتطور فيه. كيف رغم انه في بعض الناس انتقدت، في بعض الناس حكت طبعا قلائل، واحنا بنشكرهم كما من اي حاله سلبيه بالمجلس الثقافي ضروري على فكره الراي الاخر يعني متحمله نحن. بس لكن صار في شيء اسمه فن شارع بسوريا، في محافظات تانية يعني تأثروا بلشوا يشتغلوا في أماكن، في قرى، في مدارس، كيف تأثرت. صار في مشهد بصري بالشام بتشوفه أنت بتذكر وبتصور قدامه، وخاصة هذا الزمن أنت عندك موبايل، طفل معه موبايل، واحد معه موبايل بأي مكان بيروح عليه بيوثقه بصريا، كيف أنه أنا كنت هونيكي، شفت هونيكي، صورت كذا، تلاقي الناس عم تصور بعشرات قدام لوحة المزي، دخلنا جينيس فيها، خلقت له مشهد بصري يعني انه يصور قدامه يعني يفتخروا بالمستقبل. تنبأت بالواقع اللي وصلنا له، لهيك انت شكلت فريق اسمه فريق ايقاع الحياة وخرجت الى الشارع وعملت مجموعة جداريات. بتعتقد انه الفنان بيتحمل مسؤولية بظروف البلد، بظروف بلده، بظروف مجتمعه، بيتحمل مسؤولية أكثر من غيره، لهيك أنت مباشرة كان عندك استشعار لتبعات الحرب فدخلت بمجال الجداريات وبالثقافة البصرية الموجودة بالشارع؟ طبعا نحن لما بدأنا العمل الفني تبعنا بلدان 2011 كانت يعني بلشت المشاكل بأوله، استمرينا بالعمل ما وقفنا، بس كان عندنا إصرار وعند انه لازم نعمل شيء. كيف كان بامكاننا نسافر 5 دقائق نصير باوروبا بعد مؤاخذه، معلش يعني مسافر هاجر غيرنا وراح، بس هو لكن ما في ساكي بالنهايه. هون دور المبدع، دور المثقف، يعني انت كانت حربك هي حرب فكر، خلينا نكون منطقيين، يعني حرب ثقافه، يعني انت يعني الطرف الاخر عم بتحاربه عم يلغيك كتاريخ كفكر، كيف يعني عم يلغي تاريخك انت لازم تدافع عنه. وهذا دور المبدعين على فكره، يعني مثقفين، احنا ما دافعنا غير عن وطن على فكره، دافعنا عن تاريخ، احنا قلنا للناس شو احنا، يعني لما اخذنا جينيس ببريطانيا لما بعثونا ما صدقوا انه العمل بسوريا البلد فيها حرب. يعني انت عم تقول اضخم لوحه في العالم من بقايا البيئه بقايا الحرب، يعني عم تدخل انت في فن حديث مودرن ارت معاصر، تفاجئوا كثير على فكره انه موجود، وهي رساله كانت كثير مهمه احنا قدمناها. وانا بعتب على بعض الفنانين والمثقفين الى اخره، كيف انه ما فهموا القصه شو هي، كيف القصه مو قصه سياسي، قصه في الغاء تاريخ، كيف وهي مهمه مبدع، مهمه فنان، مهمه كل انسان مثقف، كيف انه يكون واضح بدفاعه بعلاقته مع جذوره مع تاريخه مع يدافع عنه. كيف يعني انت جايك عدو عبي قصك من جذورك اللي عمره 10,000 سنة، يعرف كيف 10,000 سنة أنا عم دافع. أنا لما رسمت اللوحة ما رسمت اللوحة أنا والله من 10 سنين، اللوحة رسمتها بجيناتي اللي عمره 10,000 سنة، جيناتي جدودي، كيف أنا دافعت عن تاريخ تبعي الثقافي والفكري. كيف هذا الدفاع خلاك تغير من اسلوبك انت كفنان تشكيلي، تغير من اسلوب عملك، من 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 اسلوب من من نوعيه اللوحه اللي عم تقدمها اليوم؟ طبعا بتضطر انت تفوت بمشهد، المشهد اللي عم تعيشه انت، مشهد ثقافي، مشهد الحرب، مشهد السياسي، انت جزء منه على فكره. ما فيك انت هلا في فنانين قاعدين بمراسمها مسكر بوابه ما بشوف حدا، بترسم بتبيع بتبعت الى اخره، ما له علاقه بالقصه كلياتها. هذا غلط برأيي. هو الفن بالنهاية هو جزء من المشكلة الإنسانية اللي بيعيش الوطن، كيف عبر التاريخ الفنانين والأدباء، كيف من بيكاسو إلى آخره، كانوا هن جزء من المشهد العالمي اللي عاشت فيه الحرب العالمية الأولى والثانية، كيف بيّنوا موقفهم، بيّنوا حالتهم، بيّنوا كذا.
وقالوا شو بدهم وكيف وطرحوا رأيهم كيف. أنا طبعا غيرت بدلت بس لكن حافظت على روحي، حافظت على ثقافتي، حافظت على جذوري الثقافية كيف، وصلت بطريقة ما بعرف نجحت فيها، بس أكيد يعني كان في أثر بالنهاية. حتى يعني أنا أثرت بالشارع السوري يعني عفوا يعني إنه لما تقول لك واحد والله لوحة فلانية بيقول لك بيعرفها بيصير صار يعلموها من أماكن مشاهد معينة، صارت ناس تحكي بلوحة شارعي تحكي فن تشكيلي. الطفل المدرسي بيطلع من مدرسته صار بيشوف لوحة قدامه بيتحاور معه بيحكي مع رفيقه بيصوره قدامه. احنا يعني خلينا نكون منطقيين، احنا كنا مصريين تجاه الشارع كثقافيا معلش يعني خاصة فن تشكيلي يعني كان كثير مؤثر على فكرة، كان في غياب واضح كيف بالشارع السوري او بالساحه السوريه من ناحيه الجماليه والثقافيه والاخي كتشكيل وكثقافه. يعني انا بتمنى انه نستمر بالمشروع هذا لانه هي ثقافه الشارع هي بتصنع مجتمع. يعني انا بدي ما قلت الشارع هي اللي بالعالم كلياته الشارع الدنيا جزء من 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 وطنيتنا على فكره. نحن عنا احيانا بيقول لك انت ابن شارع، الواحد بيوصفه ابن شارع انه يعني انه انت ما لك علاقه عفوا كلغه دارجه دارجه هي احنا القيمه. الشارع هو اللي بيربي الانسان على فكره، لانه يعني الشارع فيه انا وانت واخوك وفلان وابن فلان وكل الناس حاولت اعرفها. وتلاقي واحد بيمشي بالطريق مهذب لطيف بيوقف على اشارات مرور بده يطلع، مطلوب منك انك تكون مهذب بالشارع بيتك تصطفل يا اخي. خاصة نحن عم نحكي على مجتمع مرات الحرب، قديش هو بحاجة للفن صراحة؟ هلا نحن القصة اللي نحن عم نعاني منها هو عدم مفهوم الفن التشكيلي. الناس مفكر فن تشكيلي فقط للموهوبين، انه اخي هذا موهوب بيرسم هذا موهوب. كل انسان بداخله في فنان، كل انسان داخله في شيء عظيم، في كل انسان في داخله ابداع على فكرة. وانا يعني انت مو شرط ترسم لتحب اللوحة. نحن رسالتنا كانت انه نحن بدنا نهذب الروح من خلال الفن. صحيح. بدنا نخلق انسان من خلال الفن، نحن ما بدنا فنان تشكيلي، نحن بدنا انسان يكون مثقف من الداخل، مثقف انسانيا، جماليا. بدي انا دكتور يعالج المرضى تبعه بثقافته، بفكره، كيف يطلع مريض ما عنده فرحان، هذا الدكتور ما بيملك ثقافات هي، ما في يعالج مريض صح. ولا مهندس في بناء صح ولا جندي في دافع صح اذا ما كان في عنده ثقافات داخليه. هي ثقافه الانسانيه الداخليه هي بتنشا انت من خلال الموسيقى، من خلال الشعر، من خلال الفن، من خلال الادب، بتخلق بتهذب الروح من الداخل. فيها نوع من التصوف الداخلي تخلق داخل بني ادم انت، في تصوف، في تصوف كل انسان بدك تهذبه من الداخل. هاي احنا دور الفن التشكيلي. انا ما بدي انا اخلق فنانين تشكيليين والله يعني 10 5 افرح فيه، لا. انا بدي كل شعب سوري يشوف لوحه فنيه يحبها. يعني بيجيك احيانا دكتور استاذ جامعه بيقول لك انا والله ما افهم بالفن، ما لي علاقه بالفن. هي مقوله مرفوض تقولها، انت استاذ جامعه انت لازم تفهم بالفن وتحب الفن وتسمع موسيقى وتشوف رسم وتشوف معرض وتشوف كذا الى اخره. الاهم انه الانسان يفهم بالفن ولا يتذوق ولا ما بيتذوق اذا ما مو شرط التذوق هو الفهم. شو هو الفهم؟ الفهم انك انت تتذوق الاخر، تستمع الاخر كيف. اللوحه الفنيه مو هي والله خلينا نسميها شفره نحلل فيها، من اي حاله احساس عشر بني ادم رسمها الانسان كيف. هل الاحساس هذا الجميل اللي عمله بني ادم في وراء انسان، في وراء قصه، في وراء تاريخ. صحيح. انا بدي احترمه، بدي احبه كيف، بدي اوقف معه. انا ما مطلوب منك والله انا اكثر شيء بتضايق من واحد من اللوحه شو فيها احكي لي شو فيها. ما شو انا ما انا ما بعرف شو فيها، انا رسمت اشياء ما بعرف شو هي، بس لكن عايشه بداخلي. المشكله اذا قرانا كل شيء بداخلنا وعنوناه معناته ما عدنا احنا فنانين. في شيء بداخلك اسرار، في بداخلك قصص، في بداخلك احاسيس، في بداخلك جمال ما بتعرفه شو هو على فكره، ما بتعرفه بس بتعيشه احيانا. اما انا والله بدي هي اعرف شو هي حطيتها وهي عملتها كيف. انا ماني آلي منظمه ميكانيكيه عم تمشي بتعرف شو بدها، بتعيرها وقت بدك في وقت بدك. لا، انسان في اشياء بداخله هو بيعرفها، واذا عرفها مش لي على فكره، اذا عرفها الانسان شو هي معناته ما عاد انسان صفى. لذلك الفن مطلوب انه نحن نحترمه، نحترم صاحب العمل، نحترم العمل. عرفت كيف؟
مو شرط نفهمه شو هو، لكن شرط نحس صحيح. بقيمته على فكرة، لأن العمل الفن مو بس هذا يحتاج إلى ثقافة، ثقافة مجتمعية، ثقافة إنسانية. يعني أنت ثقافة إنسانية وثقافة مجتمعية كيف يعني الطفل لما أنت بتاخذه معارض بزوره معارض تعرفوا على فنانين بتكرم أنت فنانين في شارع لوحة، بشارع لوحة في ساحة فيها تمثال، في ساحة فيها لون، في كذا، هذا كله بتخلق حالة ثقافية. أكثر من هيك المراحل الدراسية، هلا حضرتك موجه تربوي لمادة التربية الفنية من فترة طويلة، قديش أنت قدرت أنه تنمي هي الثقافة برأيك؟ يعني قديش قدرت أنت خلال تواجدك أنت وزملاء كثر تنمي هي الثقافة عند النشأ، عند الجيل المدرسة؟ هلا أنا أول شغل يعني بحب أقول لك إياها، يعني شكرا لسؤالك، أنا غيرت منهاج كله تبع التربية الفنية. أنا وأسد دور قطباني وفريق عمل غيرنا كل منهج من أول الحادي عشر مؤخرا، يعني يمكن من 10 سنوات من لما بدأنا غيرنا منهج جديد صرت تغيير مناهج. غيرنا منهج التربية الفنية كانت كتير مهمة، يعني كيف يعني إحنا ركزنا على أنه أنا ما بدي أخلق فنان، أنا بدي طفل يطلع إنسان يحب وطنه ويحب شارعه، يحب رفيقه، يحب الجمال، يحب الفراشة، يحب العصفور، يحب الشجرة. هذا كان احنا هدفنا، وهيك دخلنا فن التشكيلي، عارف كيف؟ واعتبرنا احنا فن التشكيلي مو بس الانسان مقتصر على فكرة. يعني في قوة إلهية كمان إيه علاقة بالجمال، يعني مثل الفراشة او شوفها قدامك انت فيها الوان عجيبة طيبة، الفراشة في قوة. هل عصفور عم يساوي العيش تبعه بيشتغل فيه بطريقة كتير مهمة، في قوة إلهية بيهنجزه بطريقة، عارف كيف؟ هل عنكبوت عم يساوي العيش تبعه بشغل هندسية ميكانيكية عجيبة؟ إذن في مخلوق صحيح. المخلوق اللي الله خلقه كله له علاقة بالجمال وعلاقة بالحب وعلاقة بكذا، عارف كيف؟ بس إنسان تخلى عنا نتيجة غرائزه الداخلية كيف ما توظف إنسانيا تخلى عنا. لكن احيانا بتلاقي العصفور احيانا عنده قيمه جماليه وتلاقي عنده قيمه كيف روحانيه مرتبطه بإله اكثر من الانسان، احيانا الانسان كان في عنده غرائز. استاذ موفق، نشات في اسره فقيره وفي حي شعبي، يعني ككثير من المبدعين صراحه، هل الفقر سبب في الإبداع أم أن الفقر لا يمكن أن يكون حائل أمام الطموح وأمام الإرادة والموهبة؟ طبعا هل أول الفقر يعني في تحدي، تحدي إنسان بيتحدى شيء بده يبين يظهر كيف يتغلب عليه، كيف يعني ما في رفاهية، في تحدي عليه. لذلك أغلب الفنانين التشكيليين بالذات على فكرة، التشكيليين بالذات أغلبهم هني كانوا فقراء. وحتى أنت إذا بترسم لأ منظر أو طبيعة أو كذا ما بتروح غير على الحي الفقير بترسمه، بترسم ضيعة، ما فيك ترسم والله مكان والله فيلا أو مثلا مكان، ما فيك ترسمه، ما حد بيتقبله. يعني حتى الغني، حتى الغني يعني بيعلق لوحة ببيته، بيعلق لوحة أحيانا لوحة فنان يكون عامل فقراء إلى آخره. أنا برأيي الفقر كتير مهم بالمجتمعات مثل حكايتنا على فكرة، يعني لأنه بس إذا عرفنا وصفه صح، إذا عرفنا كيف نستفيد منه إنسانيا. أنا بشكر أبي أنه كان فقير على فكرة، لو أبي كان زنجين ما كنت هيك أنا، يمكن يكون تاجر سيارات هلا كيف، أو يكون مثلا عندي شيء تاني باحترام تاجر سيارات كيف. بس لكن الفقر دلك على الطرق الإنسانية كيف حتى تواسي حالك كيف، يعني أنت بدك حتى تواسي فقر تبعك وتشوف حالك أنت إنسان مهم، تلاقي طرق سريعة وسهلة إنه هي الثقافة والفكر تظهر فيها قدام الآخر، بشوف حالك إنه أنت أكبر من الإنسان كيف، وفي شيء عندك بداخلك كيف. لذلك أنا برأيي الفقر هو حاجة إنسانية مجتمعية على فكرة كيف، توظف الصح كيف، والوطن عارف يوظفها صح كمان كيف، ممكن نستفيد منها. والفقر إذا كان ما في ثقافة بصير مشكلة على فكرة. فأستاذ موفق مخول، أنا كتير بدي أتشكر حضورك الغني والثري اللي أضاف على عالم الفن التشكيلي وأضاف على الشارع السوري اللي فعلا هو بحاجة ومتعطش للجمال ولإعادة تشكيل صورة ذهنية جديدة. بلد مثل ما حكيت حضرتك عمره 10,000 سنة يستحق
أن نصنع له الجمال. صحيح، شكرا لكم، شكرا كل واحد حبنا ونقدنا ونقدنا، بالنهاية الثقافة مشروع إنساني بحاجة الكل. شكرا. ولأن الإبداع يحتاج لإرادة ومثابرة ليسجل صاحبه حضورا متفردا، نجد أن صاحب أكبر جدارية على مستوى العالم شخص معطاء لم يدخر جهدا لخدمة موهبته، حتى عندما قرر النزول باللوحة إلى الشارع احتاج إلى جهد خرافي ليثبت نظريته المتمردة على نخبوية الفن.